لما اجت الحكومه بقانون اقتراض لان ماكو موازنه زين، قالت احنا ما عندنا فلوس لازم نقترض. طيب طبعا العراق الان مو من الصالح اقتصاده انه نبقى نقترض. صحيح. خوش، الدين العام بالعراق 160 تريليون حسب ما قال وزير الماليه اليوم. اذا حسبنا ديون الكويت والسعوديه مال الحرب العراقيه الايرانيه، واذا شلناها فيصير 120 تريليون تقريبا. احنا نفترض هذا 2005 الصفر، ها نفترض هذا الدين الصفر. لا هذا دين مسكوت عنه ما الصفر. شلون 2005 هذيك ديون نادي باريس اي وقت منها 14 وتندفع، لا ولا لها علاقة بتعويضات حرب الكويت. زين، هذه ديون أخذها النظام السابق بالحرب العراقية الإيرانية من الكويت والسعودية. اي مو احنا بلاياها نبقى مديونين 120 120 يعني. وياها 140 اقصد ال 120. اي بس 120 ال 120 رقم عالي بالنسبة للناتج الإجمالي، حوالي ال 200 تريليون، يعني أكثر من 60. ممكن نعرف شلون تولد هال 120 من الصفر صعد 120؟ ماكو شيء يعني صفر اسمه، لا كانت اكو ديون يعني نادي باريس وغيره وشيء بس صعدت بصراحه. اكثر شيء صعدها الحرب على داعش، وصعد بال 2000